كثافة قضية طالب عراقي أنهى دراسته الإعدادية متفوقا من بين الأوائل من دون السماح له بدخول الجامعة، فيما تقول مصادر أن القضية بانتظار حكم قضائي. وأشارت وسائل إعلام بريطانية أن قوانين الهجرة والإقامة تحول دون حصول الطالب حسن الشرباز على منحة دراسية في الهندسة الكيميائية، فيما تشير مصادر إلى أن الدراسة على النفقة الخاصة تكلف ما يعادل 40,000 دولار، وقد يتم الاستعادة عنها بحكم قضائي للاستثناء. وجدير بالذكر أن الأردن سجلت حالة مماثلة للطالبة العراقية مريم عبد الكريم، حيث منحتها السلطات الأردنية في وقت سابق استثناء عبر مكرمة ملكية.